لمزيد من التحليل والاستقراء ينضم إلينا من رام الله اللواء مأمون رشيد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. سيادة اللواء، أرحب بك عبر منتصف النهار. هناك تباين ما في التوقيت الذي تقوم فيه مصر بالجهود الحثيثة وأيضا الدول العربية من أجل هدنة حتى ولو كانت ل48 ساعة، يقوم الكنيست بإقرار قرار لحظر الأونروا. ماذا تريد إسرائيل من هذا القرار في هذا التوقيت؟ أعيد عليك السؤال مرة أخرى سيادة اللواء، يعني بنتحدث عن مفاوضات، عن المحاولة للتوصل إلى هدنة في الأراضي الفلسطينية، وفي نفس التوقيت بيقوم الكنيست بإقرار منع وحظر للأونروا من ممارسة مهامها في فلسطين. لماذا هذا الحظر في هذا التوقيت؟ ما دلالته؟ تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة. أنا ما سمعت السؤال بشكل جيد، ولكن الحقيقة أنه هي السياسة الإسرائيلية التي بشكل أو بآخر سياسة نتنياهو التي تستمر في تحميل الشعب الفلسطيني هذه المؤامرة وهذا القتل وهذا الدمار وهذا الحالة من التغول على الشعب الفلسطيني التي يقوم بها نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني. موضوع الأنروا هو موضوع أساسا له علاقة بقضية اللاجئين، وهو بالأساس هذا مشروع نتنياهو وشطب موضوع اللاجئين من الموضوع الفلسطيني، لأن اللاجئين هم عنوان القضية الفلسطينية، وبالتالي شطب قضية اللاجئين هي بالنسبة لليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو سموتريش وبن كفير هي أساسا يعمل لشطب هذا الموضوع من الأجندة الإسرائيلية والأجندة الدولية والأجندة العالمية، حتى يجسد أنه موضوع الهجرة وموضوع اللاجئين أنه ما في لاجئين، والأنروا هي العنوان الأساسي لهذا الموضوع، وبالتالي هو يعمل على بكل الأشكال على شطب هذه القضية وهذه هذا الملف من الأجندة الدولية. محاولة إقحام سيادة اللواء الأونروا في فكرة الإرهاب، وليست المرة الأولى التي تحاول فيها إسرائيل زج اسم الأونروا في مثل هذه الإدعاءات الكاذبة. هل بتعتقد أن جزء أصيل منها بأن الأونروا هي وكالة تعمل منذ العام 1949، فبالتالي هي شاهدة على تاريخ الإبادة بحق الشعب الفلسطيني؟ الأنروا بالتأكيد هي منذ العام 1949 هي الشاهد الحي على مأساة الشعب الفلسطيني وعلى قضية اللاجئين وعلى هجرة الشعب الفلسطيني، وهي العنوان الذي الأممي الذي يعمل الإسرائيليين أو يعمل على شطبه من الأجندة الفلسطينية من الأجندة الدولية، وبالتالي هو بالتأكيد يعني هو يعمل نتنياهو وحكومته الفاشية الآن على شطب هذا الملف، لأنه هذا الملف بالأساس هو الملف الذي عنوان للشعب الفلسطيني وعودته، وعنوان للقضية الفلسطينية، اللاجئين هم القضية الأساسية وعودة اللاجئين هي القضية الأساسية. اللاجئين بالأساس قضية فلسطينية أو القضية الفلسطينية الأساسية في هذا الموضوع. نعم، يعني عندما نتحدث عن العمل التنظيمي الحقيقي لوكالة الأونروا هو تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من أجل الشعب الفلسطيني، خطورة وقف هذه المساعدات أو وقف عمل وكالة الأونروا ما هي؟ بالتأكيد هناك خطورة كبيرة، يعني موضوع اللاجئين وموضوع ما يقدم من مساعدات للشعب الفلسطيني في ظل هذه الأزمة التي يعانيها الشعب الفلسطيني من اللاجئين بالذات من في مخيمات اللاجئين
والعمل على إيقاف المساعدات لهم في ظل هذا التغول، في ظل ما يحدث في قطاع غزة، وفي ظل ما يحدث في مخيمات اللاجئين في لبنان، ووقف المساعدات، هي قضية بالتأكيد هي قضية أساسية يعمل عليها اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو وحكومته الفاشية، حتى يستطيعوا شطب هذا الملف من الأجندة الدولية. طبعا بالتأكيد أنا أوافق تماما على أنه هذا هو أساسا خطة إسرائيلية ممنهجة وقائمة بقيادة اليمين الإسرائيلي لشطب هذا الملف من الأجندة الدولية. تسمعين سيدتي؟ نعم نعم تفضل استفيد. نعم نعم، وهذا الملف هو أساسا هو أحد الملفات الأساسية التي لا زالت على أجندة المجتمع الدولي. قضية اللاجئين هي القضية الأساسية التي نعمل جميعا أو يعمل المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي، لأن حق اللاجئين وحق العودة هذا حق المشروع للشعب الفلسطيني واللاجئين في الخارج، وعليه يقوم الآن نتنياهو بحكومته المتطرفة بشطب هذا الملف وهذه الأجندة التي يعتبرها من أساسيات هذه المعركة التي يقوم فيها، هذا العدوان الذي يقوم فيه على الشعب الفلسطيني على أساس إلغاء حق العودة وإلغاء حق اللاجئين في العودة إلى يعني سيادة اللواء هو طمس الحقيقي للهوية الفلسطينية، طمس الوجود الفلسطيني على الأرض، ولكن على النواحي أتحدث الأممية، مصر أدانت، الدول العربية، جميع العديد من دول العالم أدانت هذا القرار بالحظر. كيف يمكن منع هذا القرار من التطبيق بمساعدة المنظمات الأممية؟ الحقيقة هذا يحتاج إلى جهد كبير، جهد دولي وجهد أممي وجهد عربي وجهد فلسطيني في إيقاف هذا القرار وفي منعه وفي العمل بكل الأشكال وكل الإمكانيات للحد على الأقل الحد منه في هذا الظرف الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة في ظل هذه المجزرة القائمة الآن. اليوم أكثر من 100 شهيد في بيت لاهيا، ومنع وصول المساعدات إلى غزة. ومصر قامت بجهد مقدر وكبير، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له مبادرة قبل يومين ثلاثة في هذا الإطار. كل ذلك يصب في العمل على وقف هذا العدوان، هذا التوحش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لكن ذلك يحتاج إلى جهد فعلا أممي، يحتاج إلى المنظمات الدولية، الأنيروا، منظمة الأمم المتحدة، المجلس الأمن الدولي، الجميع يجب أن يتكاتف الآن لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام مجزرة كبيرة، أمام توحش لم يحدث في التاريخ. الشعب الفلسطيني في غزة الآن اليوم أكثر من 100 شهيد في بيت لاهية، في مجزرة، في منزل واحد، بدون وجود أكل، بدون وجود ماء، بدون وجود أي مساعدات للشعب الفلسطيني. الآن الجميع يجب أن يتضافر لمساعدة الشعب الفلسطيني. أشكرك سيادة اللواء مأمون رشيد، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية.